نعم أسمعك سامي. الآن هنالك ضربت في الجولان السوري المحتل في قرية مسعد الدرزية التي هي عمليا تقع في من ورائي من هنا. لا أدري إن كان يعني هنالك أي وميض، ولكن من الصعب الآن لربما رؤية الذي حدث. إذن إطلاق الصواريخ الآن ليس فقط في المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية في حيفا وعكا. قبل قليل أنا وياك كنا نتحدث عن ضرب عكا، خليج حيفا بعد ذلك قد ضرب، والآن بدأت الصواريخ تتجه باتجاه الشرق سواء في منطقة الجولان أو جنوب الجولان. وبالتالي فأن تمديد هذه الضربات ما زال مستمرا. وعندما حدثت هذه الضربة في مسعدة، ركز معي، لم يكن هنالك قبة حديدية، لم يكن هنالك استخدام لمقلاع داود، ولم يكن هنالك مضادات جوية. فجأة سمعنا ذاك الانفجار في قرية مسعدة، سوف نتأكد إذا ما كان هنالك إصابات، ولكن يبدو بأن الإصابة كانت مباشرة في منطقة مسعدة التي حدثت قبل قليل. وهذا يأتي أيضا في إطار ليلة يتوعد فيها حزب الله بالقيام بهذه العمليات، وفي المقابل سنسمع الإسرائيليين يتحدثون الآن بنفس أعلى في موضوع اغتيال الكركي المسؤول الثالث كما يقولون في حزب الله اللبناني، المسؤول العسكري. وبدأت التحليلات وبدأت الاستعراضات الإعلامية حول من هو هذا الرجل.